تعرفوا لان السنه الفائته كنا احنا كنا كلاسي دوزيام دوزيام شامبيون افريك اللي كنا قلنا اورغانيزي شامبيون افريك هنا في المغرب يعني في مكناس وحسنينا المرتبه كمجموعه في المرتبه الثانيه. اذا احنا ان شاء الله الطموح ديالنا اننا نحاولوا اننا نحافظوا على النتيجه مو كانت الجيري هي اللي خدت المقدمه وحنا ان شاء الله كنحاولوا اننا نمشيو رغم ان صراحه يعني تتشوف دي فيديغاسيون لي لي شون افريكان كاميرون جنوبي افريقيا ليجيبت لالجيري لا ليبي لا تونيزي لو مالي ميم لا صومالي ميم لو بينين لو كوت ديفوار اي لي بي افريكان يعني اللي عندهم دعم وعندهم والمغرب يعني حنا كنقولها لك يعني الاتحاد للاسف ما كاينش دعم حتى معنوي يعني انتي كيما تشوف لا سيتياسيون ما حنا نو مويان وبسبونسور وحنا كيما تنقولوا كنخدموا à gauche et à droite pour avoir le soutien financier ou pour essayer que les athlètes soient présents et soient présents dans le Maghreb dans le Maghreb. Donc, c'est une grande victoire du monde qui est en Inch'Allah à Dubaï. Inch'Allah, en 2011, à Dubaï, Inch'Allah. Et c'est aussi une carrière qui est en train de se faire pour les athlètes qui sont en victoire du monde. Le système, c'est ce qu'on appelle le système équipette. اذا ان شاء الله رحنا لو دروبو ماروكان غادي يكون حاضر وغادي نحضروا يعني انا نحضروا ماشي شرفيا مي ان شاء الله بوغ افواغ اي ميداي او موان سوا في يعني في شامبيون دي موند ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هذه اشاره يعني لان كانت بطولات العالم السنه الماضيه والحمد لله كنا جبنا اي ميداي دارجون لا مع البطل نزار ولا مع كذلك مع البطل يعقوبي اللي كان في كندا والحمد لله احنا حاطين واحد الطموحات ديالنا يعني انو مويان نمويا كما تنقولوا ان شاء الله. ان شاء الله حنا كنتمنوا لك كل التوفيق وكنتمنوا كل التوفيق للابطال المغاربه. شكرا لك سي محمد مامون على التواصل ديالك معنا. شكرا للاستضافه. شكرا مرحبا سي محمد مامون رئيس الاتحاد المغربي للقوى البدنيه.